oh mm -hmm. أعزائنا المشاهدين والمشاهدات في برنامجنا الرشاقة والجمال زي عادتي معاكم دايما إحنا بنختار موضوعنا اللي بنتكلم عليه عن الجمال تبعا لرغبة المشاهدين والقراء فالنهاردة الرغبة كبيرة جدا إن إحنا نتكلم عن البوتوكس والفيلر وكتير جدا من المشاهدين والمشاهدات بيقولوا لنا إيه البوتوكس هل في مخاطر هل في اثار جانبيه هل في مشاكل بالنسبه لاستخدام البوتوكس بصوره مستمره ايه الحاجات اللي البوتوكس والفيلر بيعملوها هل, هل المنظر الجمالي بتاعنا فعلا بيتحسن ولا مش بيتحسن مع البوتوكس والفيلر اللي طبعا كعادتي معاكم ان احنا بنتناول الموضوع بكل صراحه وبكل امانه احنا ما بيهمناش الا صحه المريض بتاعنا وان المريض بتاعنا يكون واثق فينا احنا لو اتكلمنا على البوتوكس البوتوكس ده ايه البوتوكس ناس كتيرة قوي ايه يا دكتور البوتوكس البوتوكس ده احنا ايام زمان خالص من حوالي سبعين تمانين سنة لقوا ان فيه حاجة اسمها الكوليستريديوم الكوليستريديوم بتولينيوم ده ده كان بيجدوه في الاجزاء اللي بتعمل غرغرينة الغاريكارينا ديت في الحروب الحروب العالمية ودي مات منها كتير جدا فوجدوا ان الميكروب ده او الـ 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 الحاجة السامة ده السم القاتل ده بيوصل للاعصاب ويعمل له شلل بيوصل لأعصاب كل الاعصاب مختلفة في الجسم اول ما بيعمل الاعصاب ويجيب شلل الاعصاب العضلات المهمة بتاعة الجسم بيحصل لها مشاكل جامدة فطبعا العلماء بدأوا انهم يستفيدوا من هذا السم القاتل اللي كان بيقتل الملايين ايام زمان. فقال لك احنا احنا ناخد السم القاتل ده ونستخدمه في حاجات كتيره اللي هي فيها تعمل تشنجات عصبيه. والتشنجات العصبيه دي عشان تهدى خالص معانا ان احنا بنحقن السم هذا بكميه معينه بيونتس بي 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 باحجام معينه يعني اليونتس دي زي بتاعه الانسولين. بحيث ان هي تؤدي الى الشيء المطلوب ولا تؤدي الى اثار جانبيه طيب ازاي يا دكتور الاثار الجانبيه وايه الامراض اللي احنا ممكن نتكلم عليها دي امراض كثيره جدا احنا هنقول كل الامراض بصوره عامه ولكن ان احنا هنركز على الامراض اللي بتخص جراحه التجميل والتجميل ورشاقه المراه وجمال المراه ونضاره وجه المراه ديت ايه اللي هنتكلم عليه بصوره مستفيده احنا ممكن ندي البوتوكس ده في حالات الارتجاع البولي مثلا بتوع جراحة المسالك البولية يسمعونا وعندهم ناس بيستخدموه صورة كبيرة ممكن نستخدم مثلا الجماعة بتاع الجراحة العامة الفشر الان الفشر ده برضو اللي هو الشق الشرجي او الشرخ بالبلدي ده ممكن احنا بندي برضو اللي هو البوتوكس، البوتوكس ده لان الشرخ الشرج تحديدا ده بيبقى سببه ان العضلات بتاعت الشرج ضيقه قوي، فاحنا بندي البوتوكس العضلات دي بترخي وبتبقى كويسه وبتؤدي الى ان الشرخ ممكن يخف بدون اي عمليات جراحيه. طب دي بس يا دكتور؟ لا في حاجات كتيره برضو ممكن ده ضيق المريء، المريء ساعات بيبقى ضيق، الشخص بياكل مش مستريح. لاسباب كتيره دي ممكن برضك فيها حقن الجماعه برضك بتوع الجراحه العامه برضك والمناظير بيشتغلوا بيها كويس جدا طيب يا دكتور احنا اتكلمنا كده على بتوع جراحه المسالك والجراحه العامه والكلام ده كله والمناظير طيب انت بقى بالنسبه لك يا دكتور اللي وطبعا ممكن في برضك حاجه برضك بنستخدمها الجماعه اللي عندهم تعرج زائد التعرق الزائد ده اللي هو مثلا ايده مبلول على طول كل ما يحط ايده كده على ورق تدبل تحت البط على طول كل ما يبقى ماشي وسط الناس اللي بيبقى شكله وحش جدا وبالذات في الصيف ده كل الانسان بتاعته مبلوله من تحت مدي منظر وعدم ثقه في ذاته لا احنا ممكن نحقن البوتوكس وبالذات ممكن ندي البوتوكس ده مثلا في اول شهور الصيف اول شهور الصيف بيقعد معنا ست سبعة 8 شهور طبعا شهور الصيف في حدود اربع خمس شهور بنغطي المنطقة خالص اللي هي مثلا تحت الباط او التعرق بتاع الايد تعرق الايد ده ممكن نديه بصوره مستمره بحيث ان هو حتى في الصيف والشتاء بيبقى برضك عنده تعرق زائد طيب يا دكتور احنا اتكلمنا كده عن مواضيع الحلوه كلها بس انت موضوعك بقى الاساسي بتاع ايه اللي هو التجميل أو جراحة التجميل بتاعنا أو الشغل اللي بيدي نضارة للوجه، احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن البلازما والبلازما الجذعية والخلايا الجذعية واتكلمنا عن البي ار بي وكله نضارة وجه وشعر وعلاج أمراض الشعر والكلام ده كله، احنا بنكمل برضو القصة بتاعتنا. القصة بتاعتنا لا تتوقف فقط على البي ار بي والبلازما الخلايا الجذعيه الكلام ده كله لا احنا ممكن نعمل البوتوكس البوتوكس ده اللي احنا بنعمله لنضاره الوجه احنا لما نكبر كده في السن شويه الكولاجين مع التعرض للشمس مع بعض الجينات بيؤدي الى ان في خطوط خطوط افقيه خطوط عرضيه وفي شبكه عنكبوتيه ناحيه العين من بره في في كده يعني في ممكن ايه احنا ممكن نعرض اول صوره الصورة الأولانية دي ممكن اللي لما نعرضها هنشوف قبل وبعد دي مثلا الصورة العنكبوتية اللي هي بجانب العين بعد البوتوكس النتيجة بتاعتها رائعة خالص راحت الكرمشة خالص وانتهت القصة لو عرضنا الصورة التانية برضو ممكن نعرض الصورة التانية الصورة اللي بعدها اللي برضو بيكون برضو بيبين برضو أهمية البوتوكس والكلام ده كله احنا لما نحقن البوتوكس البوتوكس اولا احنا بنديه بطريقه معينه بندي في عضلات معينه العضلات المعينه دي احنا اللي بنستهدفها ان هي اه لو شفنا بقى المنظر ده منظر جميل جدا صوره رائعه الصوره دي بتبين لنا الاماكن اللي احنا ساعات بنضرب فيها العضلات اللي احنا بنستهدفها العضلات دي بنعملها شلل مؤقت وليس شلل دائم الشلل المؤقت ليه العضلات دي؟ لان العضلات دي اللي بتسبب العبوس والانكماش والتجاعيد. فاحنا بنؤدي الى ان التجاعيد تروح ان احنا نضعف العضلات اللي هي واضحه في الصوره دي بضرب البوتوكس بيونتس معينه بوحدات معينه بطريقه معينه تؤدي الى شلل وقتي. للعضلات دي في شهور تؤدي الي ان الكرمشه بتاعت الوش اللي هو الخطوط اللي بتاعت الجبهه الخطوط اللي فوق الـ 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 الانف من هنا الخطوط اللي هي جنب العين من هنا وبعض الاوقات بعض الاوقات الخطوط اللي جنب الفم برضو بس احنا ما بنكترش فيها اللي جنب الفم عشان الانسان يتكلم براحته ياكل براحته يبقى مش مأثرة معانا قوي يبقى ديت بتبقى يونتس معينه يونتس صغيره خالص اللي بندي في العضلات اللي هي اللي وضحت في الصوره. طيب البوتوكس ده يا دكتور استخدامه امن اه لا البوتوكس استخدامه امن ولكن لابد ان احنا نعرف احنا امتى نديه ولمين نديه وباي جرعه. ازاي؟ طيب لمين نديه؟ يعني احنا على سبيل المثال في بعض الامراض احنا ممنوع ان احنا ندي فيها البوتوكس، ناس مثلا عندهم وهن عضلات، مرض الوهن العضلات، لا احنا ما نديش، شلل الاطفال، لا ما نديش، عندهم مثلا عندهم اي مشاكل مشاكل احنا بنشوفها برؤيه عامه، لا برضو دي لازم يبقى فيه رؤيه طبيب، لازم ان احنا كل عيان نعرف التاريخ المرضي بتاعه كله، لازم نعرف ايه العلاجات اللي هو بياخدها، على سبيل المثال هو على اسبرين، الاسبرين ده لازم نوقفه لمده 15 يوم قبل و15 يوم بعد، ليه الاسبرين؟ لان احنا ممكن واحنا بنحقن مع اسبرين، الاسبرين بيسبب نزيف نزيف شويه في او سيوله في الدم، اللي لما مع الحقن ممكن تؤدي الى بعض النقط الدمويه، واحنا مش عاوزين نعرض المريض لانه في الاول والاخر هو شغل تجميل شغل ممكن ناجله اسبوعين ثلاثه لغايه ما نظبط المريض ويبقى المريض جاهز لاستقبال حقنه البوتوكس طيب البوتوكس ده يا دكتور الاثار الجانبيه بتاعته ايه احنا دي مثلا دلوقتي بيقعد ايه مورم حوالي 20 الى 30 دقيقه يعني زي منفوخ كده نفخه بسيطه اماكنه ممكن تبقى ايه حته حمره شويتين كده لمدة 20-30 دقيقة بعد 20-30 دقيقة من الحقن تقريبا بيروح كل الأثار دي ما بتبقاش موجودة طيب يا دكتور اللي احنا بنشوف النتيجة امتى بتاعة البوتوكس صراحة نتيجة البوتوكس دي بتبدأ من 3 أيام بعد الحقن الى 15 يوم عشان كده احنا دائما بنقول للمريض ايه جنة مرة تانية بعد 15 يوم ان احنا نزبط له بقى النهائي بتاعه يعني احنا بنحقن البوتوكس بيبقى الجلسه الاولى الجلسه الاولى بندي الجرعه الكبيره بتاعتنا تبقى الجلسه التانية بعد 15 يوم يا دكتور عشان خاطر مثلا في حته ال ازيد شويتين او فيها ال 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 احلى من الحته التانية لا احنا نخلي الحته الثانيه مظبوطه زي الحته الاولانيه وندي الجرعه بسيطه يونت سنتوته بحيث ان هي تظبط معانا الجهتين كله يبقى نفس الشكل استجابه العضلات من اليمين والشمال ممكن تختلف اه ممكن تختلف حتى لو ادينا نفس الكميه ممكن التجاعيد في الناحيه دي عكس مش نفس التجاعيد بتاعة المنطقه اليمين عن المنطقه الشمال فاحنا ما دام عكس الاثنين مش شرط نفس الاستجابه احنا بنصبر عليهم 15 يوم لغايه ما نجيب الاستجابه النهائيه بتاعتنا لقينا بعض الفروقات او الفارق ما بين الجهه اليمين والشمال لا يراها الا طبيب جراحه التجميل نظرا الى انه حافظ التشريح كويس فيحقن من اليمين ويحقن يحقن المنطقه الاقل شويه بيونتس بسيطه بتعوض الفارق ما بين اليمين والشمال. طيب يا دكتور احنا ممكن نعرض برضو الصوره اللي بعد كده دي اللي هو الإزازة بتاعتنا بتبقى بودر البودر ده لازم يتحفظ لأنه هو عبارة عن التوكسيد أو اللي هو الـ زي الأمصال بالظبط لازم تتحفظ في الفريزر لازم تتحفظ في درجة حرارة معينة بعد ما تتحلل لابد استخدامها في خلال أسبوعين إحنا بنحافظ عليهم اللي هو في, في التلاجة بعد الحقن بس لازم طبعا دي للاستخدام الشخصي واحد مريض واحد فقط بنستخدم له اللي هو الازازه طيب يا دكتور لو في وجود حمل او رضاعه لا يا فندم لو في وجود حمل او رضاعه احنا ممكن مش دي الضروره القصوى إن إحنا نستخدم البوتوكس فيها لحضرتك خلصي حملك خلصي رضاعتك خلصي كل شيء وتعالي وأنا أديلك الحقنة مفيش أي مشاكل خالص الـ 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 الحقنة ليها نفضل طبعاً إن إحنا نبعد عن الحمل ونبعد عن الرضاعة برضك إحنا أولادنا أهم مننا. طيب إحنا كده إتكلمنا على البوتوكس بصورة الـ الـ شبه شاملة. طيب إحنا دلوقتي يا دكتور هل في حاجات معينة إحنا بنطلبها من المريض يعملها بعد ما اتحقن من البوتوكس اه طبعا في حاجات كتير بنطلبها احنا ما بنشفيش العيان كده مش مجرد حقنه نديها وخلصت القصه لا احنا لازم نطلب من المريض بعض الاشياء اولا ممنوع حك او تدليك او مساج المنطقه يعني تاكل عليه شويتين ما يعملهاش كده لا سيبها زي ما هي ماشي دي ممنوع الحكايه لمده 24 ساعه ثانيا ممنوع الاستلقاء على المنطقة، يعني احنا حقنين المنطقة دي مثلا ما يجيش مثلا يستلقي عليها، ينام عليها، ليه؟ لأن هو احنا كده احنا حقنين في منطقة معينة، في عضلة معينة، في تركيز معين في عضلة معينة. حضرتك لو نمت عليها أو دلكتها المكون أو الوحدات اللي احنا حقناها دي ممكن تتوزع في مناطق أخرى احنا مش عاوزين نحقن فيها، مناطق كويسة، ممكن تؤدي إلى مشاكل تانية لا يا فندم انت اسمع الكلام زي ما احنا بنقول الـ المدة مفيش تدليك مفيش تدليك انت حضرتك ممكن تنام على ظهرك مفيش اي مشاكل 24 ساعة مفيش اي مشاكل ممنوع الانحناء للامام او الخلف لازم يعني ما نعملش كده كل شويه انحناءات امام وخلفي الـ الـ في خلال 8 ساعات ما ننامش ممكن نقعد نخلينا قاعدين يبقى بدل الاستلقاء من لمده 8 ساعات ده ما نستلقيش على السرير 8 ساعات نخلينا قاعدين متحركين ما فيش مشاكل دي ال... طب التعرض للشمس والله التعرض للشمس ده لمده اسبوع ما فيش شمس تتعرض ومعظم حاجات التجميل مبدئيا اللي ما بنحبش التعرض للشمس بعديها حتى لا تؤثر على المكون نفسه حتى لا تؤثر برضك على النتيجه النهائيه لمده اسبوع طب يا دكتور الحقن الثانيه زي البلازما زي الـ 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 الحاجات اللي ممكن تتحقن بتاعه النضاره بتاعه الشد الوش بتاعه الم... لا احنا بنفضل دائما ان احنا ما نحقنش الحقن التانيه او ما تكونش مصاحبه للبوتوكس تحديدا الا بعد ثلاث اسابيع. طب يا دكتور هل في عمليات احنا المفروض ما نعملهاش في خلال الفتره وفتره العلاج بالبوتوكس؟ نعم في هناك عمليات كتيره اهمها اللي هو الشد الوش الجراحي. شد الوش الجراحي احنا او الفيس ليفت اللي, اللي هي العمليه ان احنا بنشد الوش ده غلط تماما لمده ثلاثه الى ست شهور في بعض الناس بيضطروا بقى في الاخر خالص ان احنا نعمل لهم عمليه شد وش فطبعا دي ممنوع خالص عملها قبل ثلاثه لست شهور من حقن البوتوكس. طيب يا دكتور احنا كده اتكلمنا عن البوتوكس بصوره عامه وصوره سريعه وصوره منجزه قلنا فيها كل حاجة عن البوتوكس قلنا الموانع اللي احنا ممكن نستخدمها قلنا الانديكيشن او متطلبات استخدام البوتوكس في جميع التخصصات قلنا الحاجات اللي احنا ممكن نعملها عشان خاطر يبقى النتيجة بتاعتنا رائعة والنتيجة بتاعتنا مبهرة وصراحة النتيجة بتاعت البوتوكس دي من النتائج الجميلة قوي يعني ده خلينا نتكلم على ارض الواقع الست بتبقى جايه مكرمشه خالص الفوق متكرمش خالص الفور اللي هو دي عملة الشيخوخه بدأت تظهر عليها وممكن تبقى يبقى صغيرين ممكن تلاتينات بيجونا والله تلاتينات واخر العشرينات بيجونا لنا المشكله مع التعرض للشمس القوي الكولاجين بدأ يتدمر والمرونه بتاعته بدأت يفقدها زائد العضلات بدأت الـ 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 يحصل تغلب بعض العضلات على عضلات اخرى فطبعا دي لازم ندخل في بوتكس النتيجه بتاعتها رائعه الناس بتشوفها عشان كده هم في استمراريه ما يعني في ناس كتيره جدا بتستخدمها ومستمر عليها ليه عشان النتيجه بتاعتها رائعة في بعض الناس يعني ال... يعني في انا عندي بعض الحالات تيجي تقول لك انا عاوز احقنها كل قبل اي فرح افرح مثلا كل ست شهور فرح ويقول لك قبل الفرح كده ايه تضرب لها ايه حقنة بوتوكس بحيث تبقى باينه كده في الفرح ايه شباب وبين صغيرة خالص والأفراح بقى هي اللي بتتسجل في الفيديوهات والكلام ده كله فتبان ان هي صغيرة خالص في دي منتشرة جدا بعد الـ 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 طبعا مع سن الـ 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 الأوقات اللي هو بيبقى فيه السن متقدم في السن برضو اللي بيبقى ومثلا جالهم ايه خلاص في جواز وفي كذا وفي كذا عشان يبانوا متالقين في الفرح بتاعهم برده ساعات بنضطر ندي الحقن مع تقدم سن الجواز دلوقتي بقت البنات بيتجوزوا فوق الثلاثينات كتير جدا فدي منتشره جدا انتشار كبير جدا. طيب احنا كده قلنا تقريبا كل شيء على البوتوكس. طب يا دكتور ايه الفيلر؟ الفيلر بقى احنا البوتوكس احنا بنستخدمه بنحاول نستخدمه في النص الفوقاني دي بصوره عامه بصوره شامله الفيلر بنضطر استخدامه الى المناطق اللي النص التحتاني بصوره بردك عامه يعني كل حاجه ليها طبعا ولكن احنا ممكن نشوف كده صوره اللي هو الفيلر ممكن نعرض صوره الفيلر دي في الاماكن النيزوليبيان اللي هو الفيلر اللي هو اتحط على ما بين الجبين والانف والمنطقه دي فطبعا كان في طبعا تجاعيد بصوره كبيره جدا فطبعا بعد حقن الفيلر طبعا ادى الى نتائج كويسه جدا من ملحوظه يعني النتائج ملحوظه صراحه يعني ده ده الفيلر وليس البوتوكس ده من الايه من الصور الكويسه طيب احنا لو قلنا اللي هو اللي طبعا في صوره الصوره كمان حقن في الشفايف دي بقى قصه ثانيه خالص بقى فيها صوره هنوريها لكم دلوقتي برده دي الحقن في الشفايف دي الحقن في الشفايف اللي قصه جميله جدا اللي هنتكلم لكم عليها دلوقتي بس لما نقول ايه ال 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 الفيلر بصوره عاجله الفيلر احنا دي ال في كذا نوع من الفيلر في دائم وفيه مؤقت. أنا لا أحب ولا أحبذ زو... ويعني أكره جداً استخدام الدائم. اللي هو بيبقى فيه مادة سيليكونية. لمشاكله الكثيرة. طبعاً هو الست بتيجي زي الفل، تتحقن، تبقى زي الورد، مفيش أي مشاكل خالص. تيجي بعد تلات أربع خمس ست سنين السيليكون يتفاعل لأسباب غامضة. ماشي ممكن يعمل مشاكل كثيرة جداً. إحنا في دول الخليج لما رحنا هناك لقينا بعض المشاكل كتيره اتعرضت علينا مشاكل كبيره جدا لان في استخدام في الخليج استخدام السيليكون كتير. كل ما نروح بلد يتعمل عرض الحالات الثقيله بتاعتهم علينا، الحالات دي بتبقى فيها مشاكل كتيره جدا من السيليكون. السيليكون ادى الى ان الجسم تفاعل عليه حتى لو بعد سنوات فده حرام. فطبعا ايه انا لا أحبز ولا انصح سواء اخواتي من الاطباء سواء جلديه او جراحه تجميل اللي في استخدام السيليكون نظرا الى ان المريض برضو ده امانه في رقبتنا. طيب ايه بديل السيليكون الدائم ده يا دكتور؟ لا حط المؤقت. المؤقت ده بيبقى فيه مواد اليورانيك أسد اللي فيه بعض المواد الظريفه ريستالين وحاجات كتيره جدا في السوق ماركت كتير جدا يعني. استخدموا النظيف دائما يعني استخدموا المواد المالئه النظيفه قوي. هي الميزه ان يعني انواع كتيره جدا نظيفه. صراحه وانواع كويسه جدا احنا بناخد الماده دي هي مؤقته فقط اللي طبعا البوتوكس كنا قلنا برضو ان هو بيستمر في حدود ال 6 شهور ل 8 شهور بعد كده الحقن بيستمر بيبقى اطول شويه نفس القصه برضو في الفيلر الفيلر ده برضو نفس القصه الحقن برضو بتاعه المؤقت بيبقى برضو في حدود 6 7 8 شهور من الممكن يطول في كل مره من الممكن الكميه تقل كل مره بتاعه الحقن احنا بنحقن الفيلر في الاماكن اللي زي النيزوليبيال اللي هو الاماكن هنا الاماكن بردك اللي ممكن هنا في الدقن بردك ممكن نحقن ممكن نحقن الخدود واحده ما عندهاش خدود طبعا احنا في حاجه تانية جراحه في جراحه التجميل هي حقن الدهون بس افرض واحده مش عاوزه تدخل العمليه لا احنا ممكن نعمل لها اللي هو حقن الفيلر اللي بطريقه معينه وبطريقه كده بتعمل زي رسمه انفرتيتي اللي بحيث ان يبقى فيه زي كرسي الخد يبقى المنظر حلو بيبقى هنا بردوك زي اللي هنا بردوك بيبقى ساعات بنحقن هنا تحت العين في بعض الاحوال بقى نحقن الشفايف في واحده شفايفها رفيعه تقول لي يا دكتور مش مستريحين في الشفايف الرفيعة يعني ايه احنا عاوزين شفايف ايه يعني بسم الله ما شاء الله كده مليانه الشفايف المليانه لاسباب من كثيره فطبعا احنا لا احنا احنا طبعا لازم نحقق السلام الاجتماعي فنعمل ايه؟ ان احنا نحقن اللي هو الشفايف اللي بالمواد بتاعتنا بل في هناك شيء اكبر من ذلك. بعض المواد بيبقى روزي بيبقى لون بتدي لون وردي كده بعضها بيبقى دي مواد مخصوصه كمان لو في العينه او الـ او الـ الطلبه العلاج بتحتاج الى إن شفايفها تبقى وردي شوية لأنها شكلها شاحب، لا احنا ممكن ندي اللي هو دي الحقنة فتدي إلى إلى اللون الوردي، وأتذكر وأنا في الرياض تحديدا كان هناك حادثة كبيرة جدا، فال كنا مشتركين فيها كمجموعة في دكتور الأوعية الدموية والعظام والدكتور أنا جراحة التجميل، فالحادثة فل... الكبيرة دي أنا دخلت فيها. شفت المريضه فقلت لهم يا جماعه المريضه دي بتنزف واكيد عندها هيموجلوبينها ناقص خالص يعني فقالوا لي لا دكتور ازاي ده شفافه زي الفل قلت لهم يا جماعه اللي نكمل القصه دي بعد الاتصال اللي معانا الو الو استاذه فاطمه اهلا وسهلا بحضرتك انقطع الاتصال فهو دي الـ 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 نحكي القصه تاني المهم انا شفت البنت لقيت الهيموجلوبين بتاعها انا متاكد ان هيموجلوبينها واطي حتى لو الشفايف لان يعني في ناس في كتير عندها الشفايف بتاعتها حمراء جدا فقالوا لي طب الشفايف بتاعتها حتى دكتور التخدير بص لي كده وقال الشفايف بتاعتها زي الفل ده حمراء خالص دم قلت لهم لا دي حقنه انا طبعا ايه بصفتي ان انا جراحة تجميل وفاهم وطارب يعني عاملين حقن كتيره زي دي فقلت لهم لا دي حقنه حقن زي الرز ال... ال... دي بتدي شفايف وردية اما لو خدنا ل... نسبة الهيموجلوبين دلوقتي هنلاقيه في الارض خدنا فعلا عينة ولقينا الهيموجلوبين اربعة وكانت قصة كبيرة جدا واتنقل لها دم والحمد لله عاشت وبقت زي الفل المريضة دي بالنسبة للقصة اللي, اللي احنا بنحكيها فدائما دي من الحاجات اللي بتدي منظر جميل جدا اللي هو حقن الشفايف سواء ان احنا ندخنها بتدي منظر كويس جدا سواء ان احنا بنتخنها زائد ان نديها لون كلر اللي هو اللون الوردي طيب الـ احنا الـ اتكلمنا كده عن الفيلر الفيلر ده بس لا هو طبعا الفيلر ده ليه استخدامات كبيره جدا غير الوش طبعا الوش ده احنا اتكلمنا عليه بعجاله لا الفيلر ده ممكن يستخدم في مناطق اخرى مناطق مثلا تكبير الثدي ممكن نستخدم فيلر وليه قصه ثانيه خالص ممكن نستخدم الفيلر ده مثلا في منطقة المقعدة وليه قصة تانية خالص احنا الهدف بتاعنا دلوقتي ان احنا بنتكلم على البوتوكس والفيلر بالنسبة للوجه لان الوجه هو اللي احنا بنهتم بيه على اساس نضارة الوجه بالنسبة لل نضارة الوجه دي مهمة جدا سواء بوتوكس او فيلر بنتكلم على ان الوجه بتاعنا دلوقتي ان هو ال... 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 الاساسي اما لو اتكلمنا على الفيلر الفيلر استخداماته كتيره جدا من الممكن في بعض الاصابات بتؤدي الى تجويفات والنقر بالمعنى الاشمل النقر دي لازم ان تحط حاجه تحت في في اتصال استاذه فاطمه اهلا وسهلا بحضرتك الو اهلا اهلا بحضرتك يا دكتور اهلا وسهلا بحضرتك استاذه فاطمه بعد اذن حضرتك كنت بتفصل مع حضرتك عن حقن البهاء الفوري حقن البهاء اه الحقن البهاء ب... بايه بس... هي قالت بالصبغه بس ما نوع ايه لا هو حقن ال... ال... البهاء اما انا ممكن ال... بالتاتو قصدك ولا والله مش عارفه انا خدت جلسه اولانيه بس ما سالتش عن نوع الصبغه اه ما حسيتش ان في تغيير ولا حاجه طيب انا اشكرك يا استاذه فاطمه اللي بالنسبة اللي هو البهاء هو البهاء طبعا ده تخصص جلدية عشان برضو ايه يعني ده ليس تخصص جراحة التجميل ولكن احنا اللي اعتقد ان هم في كتير من بتوع الجلدية بيدوا اللي هم اشعة معينة بعضها بيدوا اللي هو الوشم بحيث ان يبقى نفس اللون بتاعت الجلدة الحالة الوحيدة اللي بيدخل جراحة التجميل فيها اللي هي لو مساحة صغيرة من الممكن ان احنا نشيلها خالص ونعمل الفلاب او شريحه جلديه دي بعمليه دي بالنسبه لحالات البهاق طبعا احنا في نهايه الحلقه انا الطالب من المشاهدين طبعا اولا احنا طبعا على وش معرض الكتاب أتمنى إن إحنا إن تزورونا برضو الكتاب بتاعنا اللي هو كتاب التجميل بين صحي ومثير ده تبع دار قلمي الإماراتية دار نشر اللي نتكلم ألو إتصال الأستاذة داليا أهلاً وسهلاً ألو السلام عليكم أه أهلاً وسهلاً إزيك يا أستاذة داليا أهلاً وسهلاً إزيك يا أستاذة داليا أزيك الأخبار؟ أهلاً وسهلاً بحضرتك انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور على المعلومات الجميله جدا اللي حضرتك بتقدمها لنا في التلفزيون بالذات الموضوع دلوقتي من العالم العربي بقى دلوقتي بقى كتير قوي من السيدات بقت تحب تهتم بنفسها وتشوف نفسها في مظهر جميل انا بسال بس حضرتك سؤال هو البوتوكس او الفيلر اللي حضرتك اتكلمت عنه ليه له اضرار جانبيه بعد مثلا بعد ستة شهور او حاجه زي كده بيسيب مثلا تشوه او او بيسيب كرمشه في الوش ولا ولا بلوش اي اضرار ماشي اشكرك بس هو سؤالي. اوكي اشكرك استاذه داليا لا هو ما بيسيبش اي اثار خالص البوتوكس مؤقت لا يؤدي الى الاثار تماما واشكرك استاذه داليا على الكلمتين الحلوين اللي برضك بننبه بردك ان احنا ان شاء الله في معرض الكتاب دار قلمي اللي للنشر الكتاب بتاعنا موجود ان شاء الله عن التجميل التجميل بين صحي ومثير دار قلمي عاملين احتفاليه كبيره مع الاستاذه رويده عويس الكاتبه الكبيره اللي ان شاء الله وليها مفاجات كثيره في دار في الصاله 2 ان شاء الله في معرض الكتاب واحب بردك انوه على ان, الـ الـ إن احنا الحمد لله بفضل الله انشانا اول قسم جراحه تجميل حكومي بفضل الله ده أتمنى إخواتنا كلهم من على أبناء الجمهورية اللي في تخصص جراحة التجميل ده مركز تدريب عالمي مركز تدريب رائع أتمنى إن هم يجونا في مركز التدريب اللي يتعلموا حاجات كتيرة جدا الحمد لله إحنا كمجموعة رائعة موجودة في مركز التدريب اللي بنعلم واللي سواء في جراحة التجميل سواء في الحروق سواء في جراحة اليد وإن شاء الله اللي مع بعض دائما على الخير ونهدف إلى خدمة المواطن سواء كان إصابة أو تجميلا أشكركم ونتمنى تكونوا استفدتم من حلقتنا وإلى اللقاء